يعني تحس ان هم بيدوني وقت من لحمهم يعني هو وبعدين ما يقول اول ما يجي يقول عندك مش عارف يلا بس طب يعني احنا احنا عايزين نقول برضو حاجات في حاجات لازم تتقال وانا بودي الوقت ده مثلا في برنامج تاني يا عيني عالذل قطر النهارده بقت مضطره انها لازم تدخل بضائع اماراتي عندها. مش بضائع هندي ولا صيني اماراتي. انا اظن ان هم كانوا مستعدين يتجرعوا السب ولا ان هم يعيدوا فتح اسواقهم امام البضائع الاماراتيه. الامارات قدمت شكوى في قطر انه قطر بتلعب ضد اصول وقواعد التجاره الحره النهارده كان القرار هيروح للتحكيم فرحت قطر فجاه متراجعه وقالت انها هتفتح اسواقها امام البضائع الاماراتيه تخسر قطر وتكسب الامارات يا عيني كل خبطه والتانيه بقت غير عاديه كل خبطة والتانية بقت غير عادية. بعد الكتاب اللي عمله الاتنين الفرنساويين على تمويل قطر اه للجماعات الإرهابية والفلوس اللي كانوا بيبعتوها لحفيد حسن البنا بتاع التحرش كانوا بيبعتوا له ألف يورو في الشهر وكل الحواديت دي زيهم زي تركيا كل يوم والتاني ضربة على القفا غير عادية. غير عادية. فالنهارده تضطر قطر انها ترحب بالبضايع الاماراتيه الاماراتيين لطاف برضو قال لك لا مش بالسهل كده مش بس كده ده في حاجات تانية كتير لازم تتعمل فالنهاردة اضطرت دولة او امارة قطر انها تسمح غصب عنها بدخول السلع الاماراتية وان يشتريها المواطن القطري ويساعد في ازدهار الاقتصاد الاماراتي ذل ما بعد ذل يا رب حاجه غريبه جدا